أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله الخضر. والبداية من صحيفة الأيام، حيث قالت غرفة الأخبار بالصحيفة إن رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كامريت بدأ مهامه كمراقب أممي في اليمن السبت المنصرمة. وتابعت الصحيفة أن وكالة فرانس بريس قالت إن فريق المراقبة من الممكن أن يتكون من 30 إلى 40 مراقبا، وهو مكلف بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة الساحلية. وأضافت الصحيفة يجيز للأمم المتحدة أن تعد وتنشر لفترة أولية تمتد إلى 30 يوم اعتبارا من تاريخ تبني القرار للبدء بعمل مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد كامريت. كما أضافت الصحيفة أيضا إن الجنرال كامريت توجه إلى الحديدة بحماية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار. ذكر صحيفة الأيام إن هادي هيج عضو في وفد حكومة الشرعية الذي فاوض جماعة الحوثي في السويد أشار إلى أن الأمم المتحدة تهربت من تضمين الاتفاق لعقوبات مكتوبة ضد الطرف المخالف واكتفت بالالتزام شفهيا. وقال هيج أن اتفاقية الحديدة التي تمت في ستوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبينا أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهيا أن تكون ضد من يخالف الاتفاقية. ونقلت الأيام عن جريدة الشرق الأوسط عن هيج قوله: رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحا ومصداقية، إلا أن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة رأت بأن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية. وأضاف هيج: في ظل الكثير من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاقية والتي رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع أن يكون وجود الجنرال باتريك رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريق المراقبين يوضح للأمم المتحدة على أرض الواقع من الطرف الملتزم ومن المنقلب على الاتفاقية، وسنرى من الذي سيقوم به فريق باتريك. تناولت صحيفة الأيام مقالة للكاتب أحمد عليبة بعنوان مخرجات السويد لا زال الوقت مبكرا لبناء السلام في اليمن. بدأ الكاتب المقال: حركت مفاوضات السويد الخاصة بالأزمة اليمنية الركود الذي أصاب عملية التسوية ودام لأكثر من عامين على إثر فشل مفاوضات الكويت. وقال الكاتب أيضا: يمكن القول إن مسار السويد ربما يمثل من الناحية الإجرائية فرصة جديدة لسحب الأزمة من ميدان الصراع إلى طاولة التفاوض، ما قد يعد بحد ذاته مكسبا مهما في سياق ما آلت إليه الحالة اليمنية من تدهور على كافة الأصعدة. وأضاف الكاتب: وفقا للمعطيات الميدانية لم تتوقف العمليات المسلحة وسط تبادل الطرفين للاتهامات بتأجيجها، فجبهة الحديدة شهدت استمرار التصعيد المسلح في الأيام التي تلت إبرام الاتفاق وحتى موعد وقف إطلاق النار الذي يترقب اختباره. وقد وصلت تداعيات التصعيد لدرجة نزوح الأهالي من بعض الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف بالهاون، إضافة إلى عمليات تحشيد عسكرية استغلالا للأوضاع الميدانية وفقا للمتحدث باسم الجيش اليمني. وتابع الكاتب: قامت عناصر ميليشيا الحوثية بعملية تحايل مسبقة على عملية إعادة الانتشار الأمني المحلي من خلال استبدال زي عناصرهم بعناصر الأمن الداخلي استعدادا لعملية الشراكة في الانتشار الأمني في الحديدة. وإيران ومدى استعدادها لتخفيف مستوى الانخراط في اليمن منطقة الصفقات أيضا أو التشابكات الداخلية ومنها القضية الجنوبية على وجه التحديد. وبالتالي يمكن القول أنه لا يزال من المبكر الحكم على إمكانية التوصل إلى حل يعيد الاستقرار إلى اليمن في إطار مسار السويد وفقا لمعطيات الجولة الأولى على الأقل في المستقبل المنظور.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت أن مصادر عسكرية يمنية بالحديدة حذرت من خطورة استمرار الميليشيا الحوثية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود رئيس فريق الإشراف الأممي في المدينة الجنرال الهولندي باتريك. وأفادت المصادر للشرق الأوسط بأن عناصر الجماعة الحوثية استغلوا التزام القوات الحكومية المسنودة من التحالف الداعم للشرعية بالهدنة، وكثفوا من تحركاتهم في خطوط التماس واستحداث المزيد من الحواجز والمتارس القتالية. وأضافت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم التحالف الداعم للشرعية العقيد تركي المالكي قد أفاد بأن جماعة الموالية لإيران قامت بخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه نحو 140 مرة حتى الأحد الماضي. وتابعت الصحيفة في الوقت الذي تحاول فيه الجماعة الحوثية خداع الفريق الأممي الذي يترأسه كومارد عبر إلباس عناصر ميليشياتها زي الشرطة وإظهارهم على أنهم هم قوات الأمن المحلية للبقاء في المدينة، ظهر مشرف الجماعة في الحديدة أبو العلي الكحلاني إلى جوار الجنرال الهولندي وهو يرتدي بزة لرجال الأمن برتبة عسكري رفيع، الأمر الذي أثار حفيظة الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. قال صحيفة الشرق الأوسط أن مسؤول في جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن أقر باستخدام المتمردين للألغام بشكل كبير. وأضافت الصحيفة أن وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أسامة القصيبي مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام تأكيده بوجود الألغام بكل مكان في اليمن، إنها لا تستخدم كآلية للدفاع أو للهجوم بل لإرهاب السكان المحليين في أنحاء اليمن. ووصف تقرير أسوشيتد بريس الألغام بأنها تقبع تحت رمال الصحراء المتحركة ووسط ركام الطرق وداخل المدارس المهجورة على استعداد للانفجار بلمسة صغيرة، وعن أماكن الألغام الأرضية غير معروفة، وسوف تظل تمثل تهديدا إذا نجحت آخر محاولات إرساء السلام في وضع حد للصراع بحسب ما يقول المشاركون في إزالتها. وتابعت الصحيفة أنه تم العثور على ألغام زرعها الحوثيون والتي تشبه بعضها نموذج من استعراضه سابقا في إيران في البحر الأحمر بحسب تقرير لخبراء تابعين للأمم المتحدة. ونشر مسؤولون سعوديون صورا تظهر بها حقول ألغام أرضية تم إبطال مفعولها، وربما تتردد مجموعات دولية تتعامل مع الألغام الأرضية في تقدير حجم الأزمة نظرا لمحدودية ما لديها من معلومات. إضافة إلى ذلك تنتشر في اليمن ألغام من صراعات سابقة. نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالة للكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي تحت عنوان مستقبل اليمن بين ستوكهولم والقرار الأممي. وقال الكاتب في المقال: ما قبل اتفاق ستوكهولم ووصولا إليه كانت الانتصارات العسكرية للجيش اليمني ومقاومته وللتحالف العربي تسجل نجاحات كبرى على الجبهات كافة، وقد أيقن الحوثي بالخسارة وتم قطع تمويله ومنع تسليحه وخنق قواته المنهارة، وأصبح الوقت ضده على طول الخط، فقرر الاستسلام وإن بشكل اتفاق برعاية الأمم المتحدة ليستمر بتضليل أتباعه بأنه قادر على الاستمرار أكثر. وقال أيضا: ما بعد اتفاق ستوكهولم هناك أسئلة كبرى على مدى قدرة الحوثي على الالتزام بالاتفاق الذي وقعه بعدما حضر التوقيع الأمين العام للأمم المتحدة، وبعدما قدم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث تقريره عن الاتفاق لمجلس الأمن، وبعد صدور قرار مجلس الأمن، وبعد الترحيب العريض الذي حظي به الاتفاق والقرار الأممي على المستوى الدولي وفي مقدمتها الدولة اليمنية ودولتا التحالف العربي السعودية والإمارات وكثير من دول العالم، هل ستفي الميليشيا التابعة لإيران بالتزامها هذه المرة أم أنها ستنكث بالعهود كما تعودت؟ واختتم الكاتب المقال قائلا: مستقبل اليمن يجب أن يعود للدولة اليمنية والشعب اليمني، وفي سبيل ذلك يمكن التغاضي عن بعض الحلول المرحلية التي تدفع بهذا الاتجاه حتى تستقر الأمور ويعود اليمن لدولته وشعبه. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث قالت أن الناطق الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي قال: الحوثيون يستغلون المدارس للتجنيد.
وتابعت الصحيفة أن الدكتور الجطيلي قال أن عملية التجنيد تبدأ في المناطق التي تخضع لسيطرة العصابات الحوثية عن طريق المدارس من خلال البرامج المكثفة التي يقدمها عددا من العناصر الحوثية، وتدير عملية ممنهجة لتغيير الأفكار في هذه المدارس. وأضاف أن هذه العناصر أقدمت في وزارة التعليم على تغيير المناهج، وأصبحت المناهج الجديدة تقوم على تلقين الأطفال الطائفية وغرس قيم تقوم على كراهية الآخر واعتبار العنف والقتال وسيلة على حل الصراعات. ومع هذا التغيير الفكري يخضع الطالب إلى دورات عسكرية مكثفة يتعلم من خلالها حمل السلاح والانتظام ضمن مجموعات قتالية، ثم بعد ذلك يتم أخذ الأطفال إلى جبهات. ويضيف الدكتور قائلا تستخدم وسائل أخرى لتجنيد الأطفال مثل الإغراب المال للطفل أو لأبوي أو سياسة الضغط أو التهديد والابتزاز أحيانا، كما سجلت عمليات اختطاف للطلاب من المدارس والزج بهم في الجبهات. وإلى صحيفة العرب اللندنية جاء خبر يحمل هذين العنوانين: كامريت يحاول التدرج بهدنة الحديدة نحو مرحلة إعادة الانتشار، والعنوان الثاني: تصريحات حوثية تثبت وجود نية مسبقة بعدم تسليم ميناء الحديدة ومهمة كامريت تعترضها الكثير من التحديات. وقالت الصحيفة تعترض مهمة الضابط الهولندي العديد من التحديات في مقدمتها حالة عدم الثقة بين الأطراف اليمنية ومحاولة الحوثيين إفراغ اتفاقات السويد من محتواها من خلال تصدير تفسيرات مغايرة لجوهر الاتفاق يمكن أن تساهم في تعقيد الجهود الأممية لتطبيع الأوضاع في مدينة الحديدة كمرحلة أولى ضمن اتفاق أوسع يشمل محافظة الحديدة. وأكدت لصحيفة العرب مصادر مقربة من الاجتماع الذي عقده كامريت مع ممثلي لجنة إعادة الانتشار تمسك الحوثيين بتفسيرهم الخاص لاتفاق ستوكهولم وإصرارهم على أن مهمة فريق المراقبين الدوليين تنحصر فقط في تثبيت وقف إطلاق النار وترتيب انسحاب القوات داخل مدينة الحديدة ومن دون تسليمها للحكومة الشرعية. وأضافت الصحيفة عن السيناريو المرتقب بالأزمة اليمنية أن الباحث السياسي باسم الحكيمي قال: إذا استمر رئيس لجنة إعادة الانتشار بالتغاضي عن مماطلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد ستدخل اتفاقية الحديدة مرحلة الرتابة والمراوغة، وعندها سيكون الخيار الحسم العسكري هو الخيار المتاح. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي صحافة الأسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي، هذا أنا ومن طاقم العمل، لكم من أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.